مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 اليوم نستقبل فيه الشهر جديد المعروف فيه كون الغيث النافع والامطار تكون ذهب خلص هذاك علاش انطلاقه نشرتنا باش تكون من خلال الكميات المسجله خلال 24 ساعه الفارطة والمؤشر اللي ثمنوه هو جانب الشموليه في التقلبات الجويه اللي خلال خلال 24 ساعه الفارطة. البارح على كميات الامطار كانت في ولايه قبلي من بين مليمتر الى 16 في ام علي في ولايه سليانه امطار وصلت الى مستوى 16 مليمتر بمكثر من بين 3 الى 15 ملم في ولايه سيدي بوزيد على كميات في ولايه الكاف كانت في ساقيه سيدي يوسف 14 ملم امطار الوسطى 13 في تيبار من بازا 13 ايضا كاعلى الكميات في منزل حبيب من ولايه جابس وامطار بكميات عموما من بين 3 الى 12 ملم في كل من زغوان المنستير من بين 5 الى 11 ملم بالقيروان كميات ما فاتتش 11 ملم في عدد من معتمدات ولايه مدنين وكميات لم تتعدى 10 ملم في ولايه القاصرين سوسه المهديه صفاقس وبنزرت امطار في ولايه زندوبه كانت ما بين 3 الى 9 مليمترات، وبالنسبه لبقيه الولايات فانه كميه الامطار كانت ما بين ملم الى 9 في ولايه بناروس دون 8 في ولايتي نابل وتوزر ما بين ملم الى 7 في ولايه اريانا كميه لم تتعدى 6 ملم بمنوبه بتطاوين وامطار عموما غلب عليها الطابع المحلي في معتمديات ولايه تونس وايضا قفصه بكميات لم تتعدى ل 4 كنا معنيين ايضا بهبات رياح قويه لسرعتها وصلت الى مستوى 50 و 60 كم في الساعه في بعض معتمديات الجنوب وان كانت مثيره محليا للرمال والاتربه والبارح شهدنا ايضا تساقطات الثلجية ثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد مرتفعات باجة جندوبة سليان الكيف القاسلين وغرب ولاية القيروان اليوم شهدنا ارتفاع نسبي في درجة حرارة خلافا للمستويات المنخفضة اللي ميزت 24 ساعة الفارتة وظهر هذا اليوم فإن الأرقام كانت ما بين 11 إلى 16 درجة في مستوى السبع درجات بالمرتفعات الغربية للبلاد مميزات نقص اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما تلاحظوا كنا بعض السحب العابرة على كامل البلاد واللي كانت أحيانا كثيفة بالشمال وبأقصى الجنوب الشرقي مرافقتها أم أمطار عموما متفرقه وبعض الامطار المحليه من حين لاخر تبقى ممكنه ليله في مناطق الشمال وباقصى الجنوب الشرقي طقس بارد كي يقولوا قونوا درجات حراره ليله ما بين 6 ل 11 درجه في مستوى الاربع درجات بالمناطق الجبليه الغربيه ونشاط الرياح قد يطلب منه نصيب من المتابعه في المناطق الساحليه وفي الجنوب وين تكون مثيره محليا للرمال والاتربه تبعا لذلك ناكدوا كونوا فما ايضا جانب تحذيري يهم الملاحه والصيد البحري باعتبار انه البحر في اغلبه شديد الاضطراب ان شاء الله بدايه من يوم الغد ان شاء الله باش معنيين تدريجي في حده تفعل الاضطرابات الجويه بقايا امطار قد تهم مناطق اقصى الشمال الغربي ممكن تبرق من ولايه جندوبه والى نفزة من ولايه بيجا في بعد ذلك فترات مشمسه تخللها مجموعه من السحب العابره ومع عوده فترات المشمسه ارتفاع نسبي متوقع في درجة الحراره مقارنه بالارقام اللي ميزت ظهر هذا اليوم كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المتوقعه بمختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد نسجل 15 ظهرا 16 في نابل 14 في قليبيا 15 في بنزرت 15 في زغوان في مناطق الشمال الغربي نتوقعوا تسجيل 15 في باجه ايضا بيت برقا بجندوبه 16 درجه 15 في سليانه 12 بالكاف في مناطق الوسط نتوقع تزيل 12 بتاله بالقيروان 18 بجيت الساحل بسوسه درجه حراره الظهر تكون في مستوى 17 درجه 14 في المنستير 16 بالمهديه بصفاقس بوزور قرقنا درجه حراره القصوى تكون في مستوى 14 درجه مئويه 15 بسيري بوزيد وبالقاسرين وبمناطق الجنوب الغربي نتوقع أن الارقام ظهرا تكون في حدود 15 في 18 بتوزر بقبلي 16 بقابس 16 وببقيه مناطق الجنوب الشرقي في البلاد بجزيره تجربه نتوقع تسجيل 15 درجه ظهرا 15 ايضا في مدينه اثنا في تطاوين بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحلنا الشمالية منطقتي سيرات وخليج تونس الريح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 10 عشر إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى مستوى 25 والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بشمال بخليج حمات وبجيرة الساحل الريح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة بحر شديد الاضطراب إلى مضطرب وبخليج جابس الريح تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 والبحر يكون هائج إلى شديد الاضطراب كالعادة نقدم لكم فكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشت نتوقع الاجواء تكون مغيمة جزئين عشرين بالدار البيضاء سنة صافية بالجزائر 17 نتوقع تزيل 14 في طرابلس صعود درجة حرارة ظهرا إلى مستوى الـ 40 بالخرطوم حرارة تعتبر مرتفعة بالقاهرة أجواء مغيمة جزئيا 29 بالبقاع المقدسة 35 بالمدينة المنورة 36 بمكة المكرمة تقصى في بدوحة بأبو ظبي 24 26 بمسقط بالكويت قد نسجلوا 26 28 ببغداد مع ظهور بعض السحب وعودة مؤشرات الاضطرابات الجوية إلى الشرق الأوسط أمطار ان شاء الله باش تكون حاضره بدمشق ببيروت 21 درجه 21 بالقدس الشريف نتوقع ظهور بعض السحب باسطنبول مع حراره مخفضه لا تتعدى 6 درجات مئويه وباوروبا بروما نتوقع كانوا درجات حراره ظهر تكون في مستوى 13 سما صافيه بفيينا 8 درجات ببرلين بعض السحب بامستردام سحب كثيفه ببروكسل امتار في باريس 13 درجه 12 بجنيف 13 مرسيليا وبشبه الجزيره ابيريا 17 في مدريد وايضا بلشبونه تطور الوضع الجوي خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله باش نكونوا معنيين بعوده صحوة الأجواء على كامل البلاد بدايه من يوم الخميس ظهور مجموعه من السحب العابره في اغلب المناطق واللي تكون اكثر كثافه بالشمال رياح من القطاع الغربي ضعيفه الى معتدله وقد توصل سرعتها الى 40 كم في الساعه بالسواحل الشرقيه تبعا لذلك راح متموج الى مضطرب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال ودرجات حراره القصوى قد تتراوح ما بين 17 الى 23 درجه مئويه خلال يوم الجمعه باش مانيين بظهور مجموعه من السحب العابره وقد تكون اكثر كثافه في معتمين. بلدية الشمال والوسط تنقل التيارات الهوائية بشكل تدريجي من القطاع الشمالي وتكون ضعيفة إلى معتدلة بحر قليل الاضطراب ودرجة حرارة في استقرار نسبي مواعيد الشروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله بيكون في الساعة السادسة و48 دقيقة غروبة في الساعة السادسة وربع لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tel رقم الموزع الصوتي وتنجموا تتفاعلوا معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد سنة صبح بداية من الخامسة وثلاثة وعشرين دقيقة ظهر منتصف النهار وثمانية وثلاثين دقيقة سنه العصر في الساعة الثالثة واربع واربعين دقيقة سنه المغرب في الساعة السادسة عشر دقيقة وصلت العشاء بإذن الله في الساعة السابعة وواحد واربعين دقيقة ختاما شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء